مع كل رحلة تصوير جديدة يتسلح موثق حياة البرية مراد حرزلة بما يلزمه من معدات خاصة لينطلق باتجاه إحدى الغابات في أعالي ولاية برج بوعريريج. مراد وبتجربة فاقت 30 سنة أصبح يميز أصوات الحيوانات ويقتفي آثارها متحليا بصبر لا محدود في سبيل الحصول على صورة حيوان جديد. توثيق خاصة الحيوانات الجديدة أو الطيور الجديدة يعتمد على تحضير مسبق ربما حتى بسنة قبل. تصوير الحياة البرية هو أصعب أنواع التصوير في العالم. على تصوير الحياة البرية، لأنه تصوير الحياة البرية ما يعطيكش فرصة، الحيوان هذا ما يعطيكش فرصة للإضاءة، ما يعطيكش فرصة أنه يدير لك وضعية اللي تحتاجها أنت كمصور ولا كموثق الحياة البرية. هي مجرد صدف أحيانا، وأحيانا فيها نستعمل نوع من الذكاء للحصول على الصورة المرجوة. مراد الذي استطاع توثيق أكثر من 300 نوع من الطيور لا يتوانى في استعمال طرق التخفي والمكوث لساعات طويلة منتظرا اقتناص الفرصة، كما هو الحال مع النسر الملكي الذي استطاع أخيرا تصويرها ليضاف إلى صفحات كتابه الأول الذي يوثق مسيرته. هذا هو مشروع يعني رقم واحد، هو إنجاز كتاب خاص بالحياة البرية، وين راح نسميه إن شاء الله تجربتي مع الطبيعة، وين فيه توثيقات، وين فيه شروحات، وين فيه قصص وتجارب عشتها في الطبيعة وعشتها مع الحياة البرية. الانطلاقة بديت فيه يعني بديت في الكتابة تاعه، وإنما يتطلب وقت كبير. حياة البرية جعلت من مراد مدافعا شرسا عن الطبيعة التي لا تحوي حسب ما يقول كائنات تشكل خطرا على الإنسان، وينصح كل راغب في احتراف التصوير أن يكون محبا ومدافعا عن التنوع البيولوجي. يواصل مراد توثيق حياة البرية مدفوعا بشغف تصوير أنواع جديدة من الطيور والحيوانات الغريبة التي ستزين صورها كتابه الأول، ليتوج بذلك تجربة فاقت 30 عاما في أحضان الطبيعة. محمد برغل الحرة من ولاية برج بوعريريج، الجزائر.